بسم الله الرحمن الرحيم، وعلى بركته نستعين. مشاهدينا متابعينا بكل مكان، أسعد الله مساءكم وجميع أوقاتكم بكل خير وبكل محبة. أعلنت قبل لحظات انطلاقة رابع أشواطنا، رابع التحديات. ينطلق الخنجر الذهبي لصاحب المركز الأول في هذا الشوط الرئيسي، بالإضافة إلى السيارة التي رصدت إضافة للخنجر الذهبي في انطلاقة شوط الإجذاع من مسافة 6 كيلومترات. في هذه التحديات وفي هذه المنافسات والمشاركة للمضمرين الحاضرين بميدان التحدي الذي دائما يرحب بهذه الشعارات، أيضا نبارك للفائزين في الثلاث الأشواط الأولى، الخاطفين للرموز، ورابع رمز ينطلق مع هذا المساء المتميز بانطلاقة شعار هجن الشحانية، حاضرا ومتواجدا على مقدمة الشوط مع المركز الأول. وينطلق عديل مع المركز الأول لهجن الشحانية، محمد بن خالد العطية المشاغب يتابع انطلاقة واندفاع عديل مع المركز الأول والمركز الثاني، العساس لسعادة الشيخ عبد الله بن حمد بن جاسم آل ثاني، وسال بن عامر المدهوشي يتابع في عملية التضمير، لكن ينخطف المركز الثاني، ينخطف المركز الثاني مع طواش لهجن الشحانية. سالم بن فاران المري الذهبي يتابع هذا الحدث بانطلاقة واندفاع، طواش مع المركز الأول في اندفاعته، يتواجد بأيضا منافسة قوية مع المركز الثاني. ننتقل مباشرة إلى المركز الرابع، ويصل الجزيل لسعادة الشيخ سعود بن فهد بن عبد العزيز آل ثاني، وحسين بن محمد بن سفران يتابع في عملية التضمير، متابعة جزيل على المركز الثالث أو المركز الرابع. ننتقل مباشرة بدورنا إلى موقع المركز الخامس، مسموح مع المركز الخامس لهجن الشحانية، محمد بن خالد العطية يتابع في عملير ومتابعة هذا الانطلاق باندفاعته، مسموح مع المركز الخامس والمركز الأول. مشاهدينا متابعينا الكرام، عديل يقود المشاركين باندفاعته وسيطرته مع المقدمة مع المركز الأول باندفاعته موفقة لهذا الشعار ولهذا المضمر يتألق في مساء هذا اليوم في تحدياته والمنافسة المشرفة في رياضة الهجن العربية الأصيلة، رياضة الآباء والأجداد. بالفعل هذا هو ميدان التحدي، هذا هو ميدان التحدي، يرحب بالأقوياء، يرحب بالمتنافسين، منافسة مشرفة جمعت المضمرين وجمعت هذه الشعارات العملاقة للمشاركة في هذا المهرجان، مهرجان سيدي صاحب السمو الأمير الوالد حفظه الله ورعاه. هناك لا زال عديل مع المقدمة، عديل هو من يقود المشاركين ويسيطر على المركز الأول لهجن الشحانية، محمد بن خالد العطية يتابع في عملية التضمير ومتابعة هذا الشعار، متابعة هذا الشعار. لكن العساس مع المركز الثاني، العساس مع المركز الثاني لهجن لسعادة الشيخ عبد الله بن حمد بن جاسم آل ثاني، ومضمر سالم بن عامر المدهوشي يتابع أيضا هذا الشعار، شعار الغرافة أيضا حاضر ومتواجد اليوم بكل قوة وبكل جدارة، يحضر دائما لنيل شرف هذا أيضا الرموز التي يشارك فيها أيضا مع انطلاقته واندفاع العساس مع
المركز الثاني. ننتقل مباشرة بدورنا إلى المركز الثالث، وهناك أكسجين، أول نداء الأكسجين مع المركز الثالث لهجر الشحانية جابر بن سالم بن فرق المري، يتابع في عملية التضمير ومتابعة أكسجين على موقع المركز الثالث. الآن على موقع المركز الثالث، بينما المركز الرابع يصل مسموح لهجن الشحانية محمد بن خالد العطية، يتابع في عملية التضمير ومتابعة وانطلاقي مسموح. الآن مع المركز الرابع، المركز الخامس هناك جزيل، يصل جزيل مشاهدين الأعزاء لسعادة الشيخ سعود بن فهد بن عبد العزيز الثاني حسين بن محمد بن سفران، يتابع أيضا في عملية التضمير ومتابعة أيضا جزيل. هذه نتيجتنا الخمس المراكز الأولى. النداء الثاني للمتواجدين في هذا الرمز، الخنجر بانتظار من؟ الخنجر الذهبية بانتظار من؟ من المشاركين؟ من المضمرين؟ عمالقة التضمير تتواجد في هذا الحدث، في هذا المساء، في هذه المنافسة، في هذا المهرجان الكبير. مقدمة الشوط لا زال هناك، عديل مع المركز الأول، عديل من يقود المشاركين لهذه اللحظة. كيلو وين متر يفصلنا على نهاية الشوط، ولا زال عديل لهجن الشحانية محمد بن خالد العطية، يتابعه في عملية التضمير ومتابعة هذا الشعار متألقا دائما مع المراكز الأولى، ويتواجد دائما بالحدث الأقوى. هذا هو عديل لا زال يسيطر على مجريات الشوط لهجر الشحانية محمد بن خالد العطية. لكن العساس مع المركز الثاني لسعادة الشيخ عبد الله بن حمد بن جاسم الثاني وسالم بن عامر المدهوشي، ولكن كفو أول نداء لكفو. كفو مع المركز الثالث لهجر الشحانية سالم بن فاران المري، الذهبي يصل مع المركز الثالث وغير إلى مقدمة الشوط، غير مع الخنجر الذهبية، غير إلى المركز الأول. هذا هو المضمر الذهبي يحضر ويتواجد. الله يا كفو في رصيد خنجر، صاحب الرمز وصاحب الشوط في مهرجان المؤسس. يا سلام، محافظ على شوطه. الله الله الله، هذا هو كفو. كفو مع المركز الأول. الكيلومتر الخطير يا سلام. الخنجر الذهبية ولا زال كفو مع المركز الأول لهجن الشحانية سالم بن فاران المري، من يتابع انطلاقته على المركز الأول. الذهبي من يظفر بهذا التحدي وبهذه المنافسة القوية وإبداع هذا الشعار وإبداع المضمر سالم بن فاران المري، متابعا لكفو وفي رصيده خنجر، ويمكن يضيف الخنجر الثاني في رصيده. الله الله الله، هذا هو كفو يتألق مشاهدين الأعزاء في اللحظات الأخيرة ويسيطر على المركز الأول، ولا زال يحافظ على موقعه وبدون تعليمات. لا زالت العصا في الأبطال. هذا هو كفو، وانت كفو يا كفو. تهانينا لهجن الشحانية، تهانينا والف مبروك، تهانينا لسالم بن فاران المري الذهبي، من ظفر بهذا الشوط، الشوط الرئيسي، شوط الخنجر الذهبية مع كفو. وانطلق كفو مشاهدين الأعزاء. الله، الخنجر الثاني ضاف إليه إلى كفو مشاهدين الأعزاء. تهانينا لهجر الشحانية، تهانينا سالم بن فاران المري المركز الثاني مشاهدين الأعزاء، مسموح لهجر الشحانية مركز الثالث، العساس لسعادة الشيخ عبد الله بن حمد بن جاسم الثاني مركز الرابع. المركز الرابع عديل لهجن الشحانية، وخامس المراكز مشاهدينا متابعينا بكل مكان. هناك من يتواجد مشاهدينا أيها الأخوة، شعار اللي هو جزيل مع المركز الخامس لسعادة الشيخ سعود بن فهد بن عبد العزيز الثاني
إذا تهانينا مشاهدينا الأعزاء، تهانينا لفوز كفو في المركز الأول وحصوله على الخنجر الذهبية. أضاف الخنجر الذهبية لصالحه خنجرين لكفو في هذا الموسم في مهرجان المؤسس، والآن في مهرجان سيدي صاحب السمو الأمير الوالد يضيف الخنجر الثاني لرصيدة. تهانينا لهجن الشحانية، تهانينا لسالم بن فاران المري متابعا لهذا الشعار، وتألق في مساء هذا اليوم. توقيت الزمني 8:56 من الثانية. تهانينا والناموس حصول كفو على المركز الأول. المركز الثاني، المركز الثاني كان من نصيب مسموح لهجن الشحانيه 9 دقائق ثانيه 3 أجزاء من الثانيه. تهانينا لهجن الشحانيه وتهانينا لمحمد بن خالد العطيه. المركز الثالث، العساس قطع المسافه 9 دقائق ثانيه 4 أجزاء من الثانيه. تهانينا لسعاده الشيخ عبد الله بن حمد بن جاسم الثاني ولمضمره سالم بن عامر المدهوشي. تهانينا والف مبروك لهجن الشحانيه بتألقها في هذا المساء وحصود الرموز.